بسم الله والحمد لله. الحجر الصحي خارجة بطبيعة الحال حظر فترة حظر الجولان، ولكن لا يعني الحجر الصحي حظر الجولان. حجر يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم، فلا يغادرون بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى. ومن بعد كلمة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدينا نحاربوا نحو حرية. كنجو باش نشوفوا نلقوا إلي الحريات وقت الكورونا، فما منها اللي حاول باش يديفلوبي، وفما اللي بالعكس تعقدت وزاد دخلت بعضها. صحيح تحصرنا 6 شهور وبين 4 حيوت، أما عرفنا قيمة رواحنا، قيمة الحاجة اللي نعملوها، سوى هواية مسرح فن ولا صحافة. تعمقنا في رواحنا وعرفنا شنية نحب وشنية لا. بروفيتينا صنعنا حكينا اعترفنا، مرجعناش حتى خطوة التالي، كملنا في ثنيتنا ما القريب برشا قلق حسرة وغمة، وصلنا بيريود كرهنا رواحنا، أما دويو ما حبسناش، ومن هنا عشنا حريتنا. خرجنا للشارع وسألنا نسبة من الشباب، اسكو الكورونا أثرت في حريتكم ولا لا؟ ليه كورونا ما سلبتش حريتي؟ بالعكس، اي كورونا سلبت لي حريتي. كورونا ما سلبتش لي حريتي، صحيح ما نخرجش وما نعملش حتى شيء، اما باللي نبقى نشوف نعمل فورماسيونات اونليني ونبروفيتي في روحي ونحاول نطور من روحي اكثر واكثر. كورونا سلبت لي حريتي، لا داخله لا خارجه، وفديت من الدار وفديت من القعده، والله لا يعاودها علينا البريود هذيك. وفما اللي تحصر شدوه عن فو ضربوه، عاش الخايب وكره روحه بالحق. كي نقول 4 حيوت ما نفدلكش، علاش؟ على خاطر خرج باش يطلب بحقوقه، لنهب لسرق لحرق. شدوه على خاطر بطل زوالي، على خاطر صغير ما شاف شي من الدنيا، سلبوله حريته. خلي عاد من اللي حبسوه على استهلاك مادة مخدرة وحشوف الحبس 30 سنة. اي نعم 30 سنة، يتجمع وتطرح ما يجوش قدامه. بعد يقول لك شبيه الشباب مهمش وداخل في حيط، تيمو على خاطر الدولة تسلب الحرية. إيه بارتير من زمان الكورونا.